السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. وبعد، فلازلنا في قراءة هذا الكتاب، كتاب تلخيص روضة الناظر للإمام البعلي رحمه الله تعالى، وبلغنا مباحث السنة عند قول المؤلف رحمه الله: فصل. وحد الخبر هو الذي يتطرق إليه التصديق أو التكذيب، في الجزء الأول صفحة 187. تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وحد الخبر هو الذي يتطرق إليه التصديق أو التكذيب، وهو تواتر وأحاد. فالمتواتر يفيد العلم ويجب تصديقه وإن لم يدل عليه دليل آخر، خلافا للسمنية فإنهم حصروا العلم في الحواس، وهو باطل لعلمنا باستحالة كون الألف أقل من الواحد، واستحالة اجتماع الضدين، والعلم بوجود مكة وبغداد ووجود الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل وجود الأئمة الأربعة. فإن قيل لو كان ضروريا لما خالفناكم، قلنا مخالفتكم عناد، ثم لو تركنا علمنا لمخالفتكم لزمنا ترك المحسوسات لمخالفة السفسطائية. أحسنت. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لتعريف الخبر وبيان أقسامه وإفادة المتواتر العلم، ثلاثة أشياء تحت هذا الفصل. فقال: وحد الخبر هو الذي يتطرق إليه التصديق أو التكذيب. حد الخبر أي تعريفه، هو الذي يتطرق إليه التصديق، يعني هو الكلام الذي يتطرق عند سامعه التصديق أو التكذيب، أي لغة. هذا معنى التعريف باختصار، يعني هو الكلام الذي يحتمل عند سامعه التصديق أو التكذيب لغة، يعني من حيث اللغة فقط، يعني بقطع النظر عن قائل هذا الكلام وبقطع النظر عن القرائن وبقطع النظر عن الواقع المشاهد المحسوس، إنما من حيث النظر لغة في الكلام، فهو بهذا يكون قسيم الإنشاء. فإن الإنشاء هو الذي لا يتطرق إليه التصديق والتكذيب، كالأمر والنهي مثلا، لا يصح أن يقال للآمر أو الناهي صدق أو كذب. أما الخبر فنعم، يمكن أن يتطرق إليه عند السامع التصديق والتكذيب. فلو قال شخص: نجح زيد، فإن هذه العبارة كلام يتطرق عند السامع الصدق أو الكذب لغة، من حيث اللغة كما قلنا. وإنما قلنا من حيث اللغة لأن بعض الأخبار يقطع بصدقها، وبعض الأخبار يقطع بكذبها. فإن خبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم وخبر أهل الإجماع ونحو هذا أخبار لا تحتمل إلا التصديق، الصدق قطعا. وهناك من الأخبار ما يقطع بكذبها، كقول مسيلمة مثلا إنه نبي، فإن هذا خبر يقطع بكذبه،
لكن الكلام هنا فقط من حيث اللغة، من حيث اللغة يصدق يصح عند سامع أن يقال إنه كلام صدق أو كذب. ثم قال: وهو قسمان، تواتر وآحاد. فالمتواتر هو خبر جماعة يستحيل في العادة أن يتواطؤوا عن الكذب، إذا أسند إلى شيء محسوس. إذن هو ما رواه عدد يستحيل في العادة أن يتفقوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. وسوف يأتي فيه الكلام إن شاء الله تعالى أولاً، لأنه القسم الأول. قال: وآحاد، هذا القسم الثاني من أقسام الأخبار. وخبر الآحاد هو ما لم يبلغ حد التواتر، أي الخبر الذي لم يبلغ رواته عدد التواتر. فإذا الآحاد هو ما عدا المتواتر، هذا تقسيم الأخبار عموما. وبعض ما سيذكر في هذا الكتاب يجري في الخبر عموما، المتواتر والآحاد في كل خبر من أخبار الناس. وإن كان المقصود المتواتر والآحاد في السنة في الحديث هو المقصود، لكن علماء الأصول ومنهم المؤلف أجروا الكلام فيما هو أعم من ذلك، يعني في كل خبر يخبر به أحد. فالمتواتر كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فإن هذا حديث متواتر، بل هو أشهر الأحاديث المتواترة. وأما الآحاد فهو أكثر السنة، أكثر السنة أخبار آحاد. فحديث إنما الأعمال بالنيات حديث آحادي، لأنه إنما تواتر في وسط السند. قال: فالمتواتر يفيد العلم. هذا شروع في بيان ما يفيده الخبر المتواتر. وعلماء الأصول كما قلنا، يعني أنبه مرارا، لأن الكلام كما سوف يأتي هم في تقسيم الخبر عموما، سواء كان ما في السنة المشرفة أو في أخبار الناس. ولهذا اختاروا التعبير بكلمة خبر وأخبار، ولم يقولوا حديث وحديث وأحاديث، هذه العادة في كتبهم، لأنهم يريدون ما هو أعم من الأحاديث. قال: فالمتواتر يفيد العلم. العلم هنا مصطلح، لا يقصد بالعلم هنا مدلوله اللغوي، لا يقصد به مدلوله اللغوي وهو عكس الجهل، وإنما المقصود به القطع، اليقين. فالمتواتر يفيد العلم، يعني يفيد القطع. قال: ويجب تصديقه وإن لم يدل عليه دليل آخر. إذن الخبر المتواتر يفيد القطع ويجب تصديقه، يعني يجب على كل سامع أن يصدقه وإن لم يدل عليه دليل آخر. يعني حتى لو لم ينضم إليه خبر آخر أو قرينة حالية، فإنه هو بنفسه يفيد القطع، يعني بمجرد سماع السامع للخبر المتواتر يفيد في نفسه اليقين. هذا معنى المذهب الأول، هذا هو المذهب الأول في المسألة. قال: وليس في الأخبار ما يعلم صدقه بمجرده إلا المتواتر، وما سواه إنما يعلم صدقه بدليل آخر. هذا السطر والنصف غير موجود في طبعات أخرى، موجود في هذه الطبعة، وهو موجود في أصل هذا الكتاب وهو روضة الناظر. يقول: وليس في الأخبار ما يعلم صدقه، أي ما يقطع بصدقه وحده
من دون التفات إلى القرائن إلا المتواتر، وما سواه إنما يعلم صدقه بدليل آخر. وما سواه هو خبر الآحاد، يعلم صدقه يعني يقطع بصدقه بدليل آخر. وهذا فيه إشارة إلى مختار المصنف رحمه الله تبعا لأصله، كما سوف يأتي إن شاء الله معنا أن المؤلف تبعا لأصله وهو ابن قدامة في الروضة اختار أن خبر الآحاد يفيد العلم أي القطع إذا احتفت به القرائن، وهو مذهب ثالث في المسألة كما سيأتي إن شاء الله. فقال وما سواه أي الآحاد إنما يعلم صدقه أي إنما يقطع بإفادته الصدق بدليل آخر، كوجود أخبار أخرى يقطع بصدقها، أو كونه مثلا خبر المجمعين الخبر الذي استند إليه أهل الإجماع، أو كونه طابق الواقع، أو احتفت به قرائن حالية، أو غير ذلك مما يدل على إفادته القطع. هذا المذهب الأول. قال خلافا للسمنية بضم السين وتشديد الميم كما ذكر الزركشي رحمه الله في المعتبر، وهذا شروع في المذهب الثاني في المسألة. قال خلافا للسمنية فإنهم حصروا العلم في الحواس، يعني قالوا إن العلم المراد به القطع، يعني لا يفيد القطع إلا ما دلت عليه حواس الإنسان وهي الحواس الخمس المعروفة، وما عدا ذلك فلا يفيد إلا الظن ومنه الخبر المتواتر. هذا معنى المذهب الثاني. لما حصروا العلم في الحواس كان مقتضى مذهبهم إنكار إفادة الخبر المتواتر العلم، وهذا صحيح، يعني هذا صحيح أنه مقتضى مذهبهم أنه هذا يقولون به. والسمنية هؤلاء قيل أنهم قوم من أهل الهند يعبدون الأصنام، وقد يقول قائل وإذا كانوا غير مسلمين فلماذا يذكر خلافهم في مسألة أصولية، وعلم الأصول هو علم شرعي، فلماذا يذكر خلاف غير المسلمين وهم لا يعتد بخلافهم ولا بوفاقهم؟ فالجواب عن هذا أنه إنما ذكر لا لأنهم يعتد بهم، هو لا يعتد بقولهم فلا يؤثر في الإجماع شيئا، لكن إنما يذكر من باب دفع الشبه عن قواعد الدين، لأن هذه مسألة من مسائل أصول الفقه، فهي قاعدة من قواعد الشرع. وهؤلاء الذين خالفوا وإن كانوا غير مسلمين لكن لهم شبهة، فهذه الشبهة لو تركت يعني لم تذكر ولم يذكر الجواب عنها، فقد تقع الشبهة في قلب ضعيف العلم فيقنع بها فيقع في الزيغ والضلال. فذكر خلاف هؤلاء كما ذكر خلاف اليهود في النسخ هل هو جائز أو لا، يذكر في كتب الأصول من باب دفع الشبه عن مسائل أصول الفقه وقواعد الدين. ثم قال المؤلف رحمه الله وهو باطل، أي ومذهب هؤلاء السمنية في إنكارهم إفادة المتواتر للعلم أي للقطع هو مذهب باطل. ثم قال لعلمنا باستحالة كون الألف أقل من الواحد، هذا شروع في بيان يعني مناقشة أصحاب المذهب الثاني المنكرين لإفادة التواتر القطع. فقال هذا باطل لأننا نعلم يقيناً أن الألف أقل من الواحد، واستحالة اجتماع الضدين، فالضدان لا يمكن اجتماعهما على العين الواحدة في الوقت الواحد،
كاجتماع السواد والبياض على الشيء الواحد، الثوب الواحد مثلا لا يمكن أن يكون أسود أبيض في نفس الوقت، ما يمكن هذا. قال: والعلم بوجود مكة وبغداد ووجود الأنبياء، بل وجود الأئمة الأربعة، يعني إلى غير ذلك مما طريقه الأخبار. فإن كثيرا مما يقطع به الناس أن يعلمونه قطعا ويقينا إنما استندوا فيه إلى مجرد الخبر لا إلى الحس. فمن لم يرى بغداد مثلا فإنه يقطع بوجودها، فكيف يقطع بوجودها وهو ما رآها؟ الجواب: لأن الأخبار تواترت بوجود بلدة اسمها بغداد، وهكذا يقال في سائر البلاد. ونقطع بوجود إمام اسمه الشافعي أو مالك أو أحمد أو أبو حنيفة رحمهم الله جميعا. طيب ما رأيناهم فكيف نقطع بذلك ولا نشك فيه أي لحظة؟ فنقول: لوجود الأخبار المتواترة. فكم من أشياء يحكم بها الناس قطعا ويقينا مع أنهم ما أدركوها بالحواس، يعني ما رأوها بأعينهم ولا غير ذلك من حواسهم، وإنما الطريق كان الخبر. لكن يؤخذ على أمثلة المؤلف رحمه الله على بعضها المثالان الأولان، وهو استحالة كون الألف أقل من الواحد واجتماع الضدين، لأن القطع فيها ليس من طريق الخبر، لم نقطع بذلك لأن أخبرنا بذلك، وإنما من جهة الاستدلال، من جهة الواقع ومن جهة الاستدلال لا من جهة الخبر المحض. قال: فإن قيل لو كان ضروريا لما خالفناكم. هذا اعتراض من قبل أصحاب المذهب الثاني المنكرين لإفادة التواتر العلم أي القطع. قالوا: لو كان ضروريا، أي لو كان الخبر المتواتر ضروريا يحصل التصديق به ضرورة، أي تضطر النفوس إلى العلم بالمخبر عنه بدون تأمل ولا نظر، قال: لما خالفناكم. يقول: لو كان كما تزعمون يا أصحاب المذهب الأول، لو كان الأمر كما تدعون أن الخبر المتواتر يفيد القطع لما خالفناكم في المسألة، بمعنى أنه لكان حصل القطع لكل البشر، فحين خالفناكم دل على أنه ما يفيد القطع. هكذا اعترضوا، وقد أجاب عنه المصنف رحمه الله بجواب سهل مختصر، فقال: قلنا مخالفتكم عناد، يعني حين خالفتم في إفادة المتواتر العلم أي القطع لم يكن عن دليل، وإنما كان عنادا، هو لا يوجد فيه دليل، ما عندكم أي دليل، إنما عرفتم الحق وأعرضتم عنه، فلم تقبلوا الحق مع إقرار أنفسكم بصحته. فتكذيبكم للمتواتر كتكذيب المشركين للأنبياء الذين كانوا يدعونهم إلى دين الله، ثم يقولون لكل نبي: دعوتك ليست بحق، أنت لست على حق. فهل تكذيبهم أليس عن عناد؟ عن عناد، عاندوا مكابرة وعناد. قال: ثم لو تركنا، هذا جواب ثاني، جواب ثاني عن اعتراض أصحاب المذهب الثاني. قال: ثم لو تركنا علمنا لمخالفتكم لزمنا ترك المحسوسات لمخالفة السفسطائية. هذا الجواب الثاني. يقول: لو تركنا علمنا بقطعية المتواتر أنه يفيد القطع لأجل أنكم خالفتم، فإنه يلزمنا ويلزمكم ترك المحسوسات، يعني ترك القول بأن المحسوسات تفيد القطع. لما؟
قال لمخالفة السفسطائية. والسفسطائية يعني هم قوم من غير المسلمين ينكرون دلالة الحس والبديهة، ويقولون الحقائق تابعة للشعور والإدراك، فلهذا ليس لها قانون كلي. فالعسل إذا ذاقه المريض فأحس به مراً فهو مر، وإن ذاقه الصحيح فوجده حلواً فهو حلو، هكذا يقول السفسطائية. وإنما اختار المصنف رحمه الله هؤلاء، يعني اختار الإرزام بالمحسوسات، لأن المخالف في المسألة يدعون أن ما يدرك بالحس يفيد القطع، فأراد إلزامهم بمذهبهم. يقول أنتم تدعون أن ما يدرك بالحواس يفيد القطع، طيب يجب أن تتركوا مذهبكم هذا، لأن السفسطائية لا يرون أن ما يدرك بالحس يفيد القطع، فلو كان يفيد القطع لما خالفوكم، هذا إلزام. قال رحمه الله تعالى: فصل. قال القاضي: العلم الحاصل بالتواتر ضروري، وهو صحيح، فإنا نجد أنفسنا مضطرين إليه كالعلم بوجود مكة. وقال أبو الخطاب: هو نظري، لأنه لا يفيد العلم إلا بانتظام مقدمتين في النفس، إحداهما أن هؤلاء مع اختلاف أحوالهم وكثرتهم لا يتفقون على الكذب، والثانية أنهم قد اتفقوا على الإخبار عن الواقعة، فينبني العلم بالصدق على المقدمتين، ولا بد من إشعار النفس بهما. أحسنت. هذا الفصل معقود لمسألة، وهو أن العلم الذي يحصل بالخبر المتواتر ضروري لا نظري. هو قرر رحمه الله في المسألة السابقة أن خبر التواتر يفيد العلم. المسألة السابقة أن المتواتر يفيد العلم، أي القطع. فيسأل سائل يقول: العلم قسمان، علم ضروري وعلم نظري، فالخبر المتواتر يفيد أيهما؟ فجاء الفصل جوابا عن هذا السؤال. والضروري، الفرق بين الضروري والنظري أن الضروري هو الذي تضطر النفوس للتصديق به مباشرة من غير توقف على نظر وتأمل وبحث وترتيب مقدمات، والنظري عكسه، وهو الذي لا يحصل التصديق به إلا بعد مقدمات تسبقه، إن صحت حصل التصديق النظري. فقال رحمه الله: قال القاضي، هذا المذهب الأول، شروع في المذهب الأول في المسألة. قال القاضي، والمراد أبو يعلى رحمه الله: العلم الحاصل بالتواتر ضروري. وهذا القول الذي قاله أبو يعلى هو قول جماهير العلماء، قول أكثر العلماء أن العلم الذي يفيده الخبر المتواتر هو العلم الضروري. قال: وهو صحيح. فالمصنف رحمه الله إذن عبارته صريحة تبعا لأصله، وهو روضة الناظر ابن قدامة رحمه الله، عبارته صريحة في أنه يختار المذهب الأول مع أنه ما أجاب عن دليل أصحاب المذهب الثاني. قال: وهو صحيح، فإننا نجد أنفسنا مضطرين إليه كالعلم بوجود مكة. يقول هذا المذهب هو الراجح، لأننا نجد من أنفسنا، كل إنسان يجد من نفسه أن بعض الأخبار يقطع بها من مجرد سماعها،
فلو قيل للإنسان توجد بلدة هي اسمها مكة، وهو يعني لو فرض أنه ما رأها في حياته، فإنه يقطع بذلك لوجود أخبار المسلمين الذين لا يحصيهم عدد على أن هناك بلدة اسمها مكة، أو مثلا دمشق أو الأندلس أو غير ذلك من البلاد، نقطع بصدق الخبر من غير بحث ولا نظر ولا تأمل ولا تجربة ولا ترتيب مقدمات نظرية، بل بمجرد السماع. وهذا معنى أن الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري. قال: وقال أبو الخطاب، هذا المذهب الثاني، وأبو الخطاب هو تلميذ أبي يعلى صاحب المذهب الأول. أبو الخطاب الكلوذاني يقول ماذا رحمه الله؟ قال: هو نظري، يعني خبر المتواتر يفيد العلم، لكن العلم النظري وليس العلم الضروري. ووافقه على هذا بعض الشافعية وأكثر المعتزلة، وأخطأ من نسبه لفخر الدين الرازي رحمه الله. قال: لأنه لا يفيد العلم إلا بانتظام مقدمتين في النفس. هذا شروع في الاستدلال لمذهب أبي الخطاب على أن خبر التواتر يفيد العلم النظري. فقال: لأنه، أي المتواتر، يفيد العلم، لا يفيد العلم أي القطع، إلا بانتظام مقدمتين في النفس، يعني إلا بعد ترتيب مقدمتين في الذهن. النفس المراد به الذهن أي العقل. قال: إحداهما أن هؤلاء مع اختلاف أحوالهم وكثرتهم لا يتفقون على الكذب. المقدمة الأولى أن هؤلاء المخبرين الذين بلغوا عدد التواتر لا يتفقون على الكذب مع اختلاف أحوالهم ومع كثرتهم، يعني بلغوا كثرة يستحيل في عادة الناس أن مثل هذا العدد يتفق على الكذب، حتى لو اختلفت أحوالهم، تختلف أحوالهم مثلا بالعدالة وعدم العدالة، أو بكون العدالة في بعضهم أقوى منها في بعض، أو كونهم عربا أو عجما أو كبارا أو صغارا، أو يختلفون في الفهم وحسن السماع، فهم مدلول الخبر أو غير ذلك. فهذه المقدمة الأولى. والمقدمة الثانية قال: أنهم قد اتفقوا على الإخبار عن الواقعة. يعني المقدمة الثانية أن السامع للخبر المتواتر لا بد أن يعلم في ذهنه أن هؤلاء كلهم قد اتفقوا على الإخبار عن الواقعة، فلم يقع هناك اضطراب واختلاف في الخبر. فلو أن بعضهم أخبر عن زيد وآخرين أخبروا عن عمرو لم يتحقق الشرط، أو بعضهم أخبر عن زيد أنه نجح وبعضهم أخبر عن زيد أنه رسب، فإنه لم تتفق أخبارهم. فقال أبو الخطاب: فينبني العلم بالصدق على المقدمتين، ولا بد من إشعار النفس بهما. هذه النتيجة، يعني فينتج من هذا أنه العلم بصدق الخبر يتوقف على تحقق المقدمتين، ولا بد من أن النفس السامع تشعره بها. إشعار النفس بها يعني لا بد لسامع الخبر المتواتر من أن تشعره نفسه بهاتين المقدمتين وصحتهما. فليس شرطاً أن تكون المقدمتان ظاهرتين بأن يكتبها مثلاً، يكتب المقدمتين أو ينطق بها بلسانه، لا، يكفي أن يستحضرها في نفسه وتقر نفسه بصدقهما. وحينئذ كيف كان نظريا؟ كيف كان نظريا؟ قال: هاتان المقدمتان نظريتان، لأن العلم بكون هذا العدد بلغ مبلغا
مبلغ التواتر هذا نظري، يحتاج أن ينظر عدد المخبرين. والمقدمة الثانية نظرية، لأنه لا بد أن يفتش في نفس الخبر هل تطابقت أخبارهم أو تخالفت، وكل هذا بحث ونظر وتأمل. وما ينبني على النظري فهو نظري، هذا معنى دليل أبي الخطاب رحمه الله. وقد سكت المصنف رحمه الله عن جوابه، ويبدو أن سكوته لوضوح الجواب عنه، وهو عدم التسليم، يعني عدم التسليم بالكلية للدليل. فإننا نصدق بكثير من الأخبار التي هي الأخبار المتواترة، نقطع بصدقها مباشرة. الخبر إذا جاء متواتراً النفس تضطر إلى التصديق به من غير ترتيب هذه المقدمات. ولهذا يحصل القطع بخبر المتواتر حتى من الجاهل الذي ما درس العلم، أو الذي ما عرف أصول الفقه وترتيب هذه المقدمات التي ذكرها أبو الخطاب. يعني كونهم بلغوا عدداً، المهم يسمع الخبر فيصدق مباشرة. فالجواب بعدم التسليم. هناك خبر يسمى الخبر المستفيض، يعني للفائدة، نذكر هذا للفائدة. فالخبر المستفيض قال بعض علماء الأصول إنه هو الخبر المتواتر، يعني أنهما مترادفان. وبعضهم قال لا، ليس مترادفين بل مختلفان. ثم اختلف هؤلاء في بيان وجه اختلاف المستفيض عن المتواتر. فقال بعضهم المستفيض ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر، فيكون بهذا يرادف المشهور عند المحدثين. وبعضهم قال لا، المستفيض هو خبر الآحاد مطلقا، لكن الذي تلقته الأمة بالقبول مطلقا، يعني في العدد، الخبر الآحادي ولو من واحد لكن تلقته الأمة بالقبول، فاستفاض فيهم وانتشر وعلم ووقع العمل به. وقيل غير ذلك من الأقوال. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: فصل. ذهب قوم إلى أن ما حصل العلم في واقعة يفيده في كل واقعة، وما حصله لشخص يحصله لكل شخص يشاركه في السماع إذا تجرد الخبر عن القرائن، فإن اقترنت به قرائن جاز أن تختلف به الوقائع والأشخاص، فتقوم القرائن مقام بعض العدد المخبرين، إذ نعرف من غيرنا حبه الإنسان وبغضه إياه وخوفه منه وخجله بقرائن آحادها ليست قطعية، لكن بميل النفس بها إلى اعتقاد ضعيف. ثم الثاني والثالث يؤكده إلى أن يحصل العلم باجتماعهما، وكما نعلم وصول اللبن إلى جوف الصبي بالارتضاع وإن لم نشاهد اللبن. نعم، هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله في لمسألة، وهي أن الخبر المفيد للقطع في واقعة هل يفيده في واقعة أخرى تشبهها؟ وهي مسألة افتراضية، لا وجود لها في السنة، لا يوجد في السنة مثل هذا، يعني ما ينطبق عليه المسألة. قال: ذهب قوم إلى أن ما حصل العلم في واقعة، يعني أن خبر العدد الذي يفيد العلم أي القطع في واقعة في حادثة يخبرون عنها يفيده، أي يفيد العلم أي القطع في كل واقعة، يعني في كل واقعة تشبهها. وما حصله لشخص أي والخبر الذي يحصل أي يفيد العلم أي القطع
لشخص كزيد مثلا يحصله لكل شخص يشاركه في السماع. إذا أفاد الخبر خبر عدد القطع لزيد فإنه يفيده لعمر ما دام أنه سمع نفس الخبر. قال: وهذا إنما يصح إذا تجرد الخبر عن القرائن. يعني هذا الكلام يصح إذا كان هذا الخبر لم تحتف به القرائن الحالية التي تزيد من قوة إدراك السامع لصدق الخبر، وذلك أن الأخبار أحياناً يحتف بها قرائن حالية تجعل الخبر الذي يخبر به ثلاثة مثلاً يخبرون به يفيد العلم لزيد ولا يفيده لعمر، لكونه حين أخبروا به زيداً كانت هناك قرائن حالية يرونها في الواقع المشاهد احتفت بالخبر تفيد القطع، وأما عمر فحين أخبروا لم توجد أي قرائن، فحينئذ لن يفيد الثلاثة، لن تفيد القطع، لن يفيد القطع لعمر إلا 10 مثلا أو 20. قال: فإن اقترنت به قرائن جاز أن تختلف به الوقائع والأشخاص، فتقوم القرائن مقام بعض العدد المخبرين، وهذا كما قلنا الآن أنه القرائن كأنها مخبرون آخرون للخبر، فأحيانا نجد أن خبر ثلاثة مع القرائن يفيد القطع. ولا يفيد القطع في حال أخرى إلا 10 أو 20. مثاله أن يخبر زيد عمرا بأن بكرا قد مات، وينضم لهذا المخبر اثنان فيصيرون ثلاثة، فينظر في بيت الميت وإذا العويل والصراخ وناس يخرجون يأتون بجنازة وناس يأتون بحنوط. ماذا يسمى هذا البكاء والصراخ وإحضار؟ يسمى قرائن حالية، فتجعل الذي سمع الثلاثة يقطع بصحة الخبر، لا لكونهم ثلاثة الذين أخبروا، ولكن لوجود قرائن أخرى تقوي الخبر وتجعله بدل ما يفيد الظن يفيد القطع. يقول: لو كانوا يعني غير صادقين ما كان هذا الصراخ والعويل وإحضار ما يعد الميت للجنازة. لكن لو أخبروا في غير هذه الأحوال، أخبروا ثلاثة وانصرف من بعيد وما رأى بيت الميت ولا رأى الميت، فإنه يفيد الظن لأنه ما يوجد قرائن، فهو يصدقهم لكن على سبيل الظن الراجح لا على سبيل القطع الذي لا يحتمل الغلط. فهذا معنى قول المصنف رحمه الله. ثم استدل له فقال: إذ نعرف من غيرنا حبه لإنسان، يعني نعرف من غيرنا يعني ما نشاهده في الناس من أحوال الناس، أن بعض الناس يحب إنسانا أو يبغضه أو يخاف منه أو يخجل منه بقرائن، بمجرد القرائن من دون خبر. الآن يريد أن يستدل على ماذا؟ على أن بعض القرائن تقوم مقام المخبرين، الناس الأشخاص المخبرين، فإذا انضمت القرائن لعدد الآحاد صار الخبر يفيد التواتر من حيث المعنى، يفيد ما يفيده المتواتر، يعني يفيد العلم والقطع، لا أنه يسمى خبرا متواترا. الأحادي يبقى أحاديا، إذا أخبر به واحد أو اثنان يبقى أحاديا من حيث الاصطلاح، لكن الأحادي مع انضمام القرائن يفيد ما يفيده المتواتر من حيث القطع. قال: فإننا لو رأينا زيدا إذا رأى عمرا تبسم له، وإذا طلب منه شيئا فرح بذلك، يفرح بخدمته، فإننا بالقرائن هذه نقول زيد يحب عمرا. وإذا رأينا العكس، إذا رآه عبس بوجهه أو انصرف يعني عنه، أو غضب إذا طلب منه شيء، أو إذا قال شيئا التفت عنه وهو منزعج،
نعرف أن زيداً يبغض عمراً، فمن أين هذا؟ ونحن ما سمعنا خبراً، لا قال زيد أحب عمراً ولا قال أبغضه، لا يوجد خبر، لكن عرفنا هذا بواسطة القرائن. وكذلك لو رأينا زيداً يفر من عمر، كل ما رأى هرب لا يواجهه، لقلنا زيد يخاف من عمر، مع أنه ما قال لنا ذلك، ما قال أنا أخاف من عمر، لكن بقرينة الحال. وكذلك يقال في سائر الأمور. قال بقرائن يعني نشاهدها ونحكم تبعا لها، آحادها ليست قطعية. آحادها، آحاد هذه القرائن يعني كل واحد منها ليس قطعية. متى تكون قطعية؟ إذا اجتمعت. قال لكن بميل النفس بها إلى اعتقاد ضعيف. يعني الآن كيف حصلت؟ حصل بالقرائن القطع. قال بميل النفس بها إلى اعتقاد ضعيف، يعني بخبر الأول يقصد، عفوا بالقرينة الأولى، يعني القرينة الحالية الأولى يحصل في النفس اعتقاد ضعيف حين نرى زيدا يتبسم إذا رأى عمرا، فيحصل في النفس معنى ضعيف أن زيدا يحب عمرا. ثم الثاني والثالث، يعني إذا جاء الأمر المقترن الثاني والثالث والرابع والخامس ازداد الظن إلى أن يصير علما أي قطعا. قال إلى اعتقاد ضعيف يعني بالقرينة الأولى، ثم الثاني والثالث يؤكده فيصير ظنا غالبا، ثم الخامس والسادس والسابع والعاشر يصير معه العلم أي القطع باجتماع كل هذه القرائن الحالية. قال وكما نعلم وصول اللبن إلى جوف الصبي بالارتضاع وإن لم نشاهد اللبن، فإذا رأينا صغيرا يرتضع من أمه فإننا نقطع بأن هذا اللبن وصل إلى جوف الصبي، مع أننا ما نرى اللبن وهو في جوفه، ما نشاهده، فمن أين قطعنا بهذا؟ من القرائن الحالية، لأن وجدناه يرتضع أولاً، والأمر الثاني أن وجدناه أمعاءه تتحرك مثلاً، أو سمعنا تجشؤه وهو الصوت الذي يحصل عند امتلاء المعدة ونحو ذلك من القرائن الحالية، فنجزم ونقطع بأنه وصل إلى بطنه مع أنه ما رأينا ذلك. وهكذا الخبر المتواتر، الخبر المتواتر كذلك يبدأ بواحد فيفيد ظنا، ثم يخبر الثاني والثالث فيفيد ظنا غالبا، ثم يخبر السابع والعاشر فيفيد القطع. فالقرائن كالأخبار والأخبار كالقرائن الحالية. نعم تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى فصل وللتواتر ثلاثة شروط. الأول أن يخبروا عن علم ضروري مستند إلى محسوس، فلو أخبر الجم الغفير بحدث العالم أو صدق الأنبياء لم يحصل العلم بخبرهم. الثاني أن يستوي طرف الخبر ووسطه في هذه الصفة وفي كمال العدد، لأن خبر كل عصر مستقل فلا بد من الشروط فيه. الثالث في عدد التواتر، فقيل يحصل باثنين وقيل بأربعة وقيل بخمسة وقيل بعشرين وقيل بسبعين وقيل غير ذلك. والصحيح أنه ليس له عدد محصور ولا سبيل إلى معرفته، لكن قول الأول يحرك الظن والثاني والثالث يؤكده ولا يزال يتزايد حتى يصير ضروريا. وما ذهب إليه المخصصون بالأعداد نحكم تحكم لا دليل عليه. فإن قيل كيف تعلمون حصول العلم بالتواتر وأنتم لا تعلمون أقل عدده؟ قلنا كما نعلم أن الخبز مشبع والماء مرو، ولا نعلم أقل مقدار يحصل به ذلك،
فيستدل بحصول العلم على كمال العدد لا بكمال العدد على حصول العلم. إلى هنا أحسنت، جزاك الله خير. قال فصل، هذا الفصل عقده رحمه الله لبيان شروط الخبر المتواتر، فقال وللمتواتر ثلاثة شروط، يعني لا بد من تحقق ثلاثة شروط حتى يصدق على الخبر أنه خبر متواتر. الأول أن يخبر عن علم ضروري مستند إلى محسوس، يعني أن يعلم المخبرون ذلك الخبر ضرورة، إما بعلم الحس وهو المشاهدة مثلا أو السماع، وإما بأخبار أهل التواتر، يعني خبر متواتر ينقل إلى شخص فينقله مثله. وإنما شرط هذا الشرط لأن ما لا يكون كذلك يحتمل دخول الغلط فيه، الغلط أو السهو، فلا يحصل به العلم. إذن الشرط الأول أن يكون عن علم ضروري مستند إلى محسوس. وإنما شرط الاستناد إلى الحس، أو معنى الاشتراط استناد الخبر إلى الحس، هو أن يدرك بالحواس، أن يكون خبر المخبرين الذين بلغوا عدد التواتر أن يكون مستنده الحس كالسمع والبصر، فيخرج بذلك الاستدلال، يعني الخبر المتوقف على الدليل كدليل العقل مثلا أو دليل الشرع أو المتوقف على التجربة ونحو ذلك، فإن الخبر فيه لا يسمى متواترا، حتى لو بلغ المخبرون عدد التواتر لا يسمى اصطلاحا خبرا متواترا. ومثل له المصنف رحمه الله فقال فلو أخبر الجم الغفير بحدث العالم أو صدق الأنبياء لم يحصل العلم بخبرهم، يعني لو أخبر العدد الكبير الذين بلغوا التواتر، لو أخبروا عن حدوث العالم، أي أن العالم وهو ما سوى الله سبحانه وتعالى أنه حادث، أي حدث بعد أن لم يكن، أي أنه مخلوق، أو أخبروا عن صدق الأنبياء، فهذا لا يحصل العلم، ما يسمى يعني خبرا متواترا. ونقول قد حصلنا العلم بهذا الخبر، لماذا؟ لأن هذه الأخبار صدق قطعا من جهة الاستدلال، هي صدق قطعا لكن من جهة الاستدلال لا من جهة الخبر المحض. فالدليل العقل قد دل على حدوث العالم، فإن العالم يتغير وكل متغير حادث، فالعالم حادث، ودل الشرع على صدق الأنبياء عليهم السلام والمعجزات التي أتى بها الأنبياء، فالأدلة إذن دلت على صدق هذه الأخبار لا مجرد الخبر المحض. قال الثاني أن يستوي طرف الخبر ووسطه في هذه الصفة وفي كمال العدد، هذا الشرط الثاني. طرف الخبر أي أوله ومنتهاه، أول راو وهو الصحابي مثلا وآخره، آخر من روى، آخر السند، ووسطه يعم كل سلسلة السند التي بين الطرفين، سواء كان واحدا فيما إذا كان الخبر من الثلاثيات أو كان اثنين أو ثلاثة أو أكثر. قال أن يستوي طرف الخبر ووسطه في هذه الصفة، ما هي الصفة؟ الإخبار عن شيء محسوس، يعني يكون علما ضروريا مستندا إلى الحس. قال وفي كمال العدد، يعني وأن يستوي كل طبقات السند في العدد، ومعنى العدد يعني أن يبلغوا عددا، أن يبلغ المخبرون عددا يستحيل في العادة أن يتفق مثلهم على الكذب. وهذا العدد كم هو يأتي في الشرط الثالث، هذا العدد كم هو يأتي الحديث عنه في الشرط الثالث إن شاء الله تعالى.
قال: لأن خبر كل عصر مستقل فلا بد من الشروط فيه، يعني الدليل على أنه لا بد أن يبلغ كل طبقة من طبقات السند عدد التواتر هو أن خبر كل عصر مستقل، كأنه خبر مستقل، يعني كأن المخبر فيه يخبر أهل عصره فقط، ما يخبر أهل عصر ما أتوا بعد، فحينئذ لا بد فيه من شرط الخبر، فكل طبقة يشترط لها الشروط. إذن قال: الثالث في عدد التواتر واختلف فيه، يعني الشرط الثالث ينبغي أن يصاغ بعبارة أخرى فيقال: أن يبلغ المخبرون عدد التواتر، أن يبلغ المخبرون عدد التواتر. فهذه ثلاثة شروط، التي ثلاثة شروط ذكرها المؤلف رحمه الله تبعا لأصله الروضة. قال: واختلف فيه، يعني كأن قائلا يقول: إذا كان العدد في المتواتر شرطا فكم هذا العدد؟ 10 أو 20 أو ماذا؟ فذكر المصنف رحمه الله الجواب في بذكر الخلاف، ثم ذكر الاختيار في آخر الأقوال. قال: فقيل يحصل باثنين، ذهب بعضهم إلى أن التواتر يحصل باثنين قياسا للرواية على الشهادة، والله تعالى يقول: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، وقال تعالى: يحكم به ذوى عدل منكم شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم، يعني في الشهادة اثنان، فنقول في الأخبار كذلك. وقيل 4، يعني قياسا على شهود الزنا، فإنه يشترط فيه 4 لقوله تعالى: فاستشهدوا عليهن 4 منكم، ولقوله تعالى: لولا جاءوا عليه 4 شهداء. قال: وقيل 5، يعني لأنهم عدد الرسل أولي العزم من الرسل. وقيل 20، يحصل التواتر 20 لقوله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. قال: وقيل 70 لقوله تعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. قال: وقيل غير ذلك، يعني وقيل 10، وقيل 12، وقيل 40، وقيل 40 يعني عدد أهل الجمعة، 12 عدد النقباء، وقيل 310 عدد أهل بدر، وقيل 1500 عدد أهل بيعة الرضوان، وقيل أن يبلغوا عددا لا يحصيهم عدد، لا يحصرهم عدد ولا يحويهم بلد، وقيل أن يخبر الجميع، وهذا أشد الأقوال، أن يخبر جميع الأمة، أن تخبر جميع الأمة بالخبر. وهذه أقوال كما لا يخفاكم يعني باد ضعفها، ويأتي عنها الجواب مختصرا إن شاء الله. فلهذا قال المصنف بعد هذه الأقوال الضعيفة الشاذة، قال: والصحيح أنه ليس له عدد محصور. هذا هو القول المختار، وهو الذي رجحه جمهور العلماء، هذا مختار جمهور العلماء من المذاهب الأربعة، أنه لا يشترط عدد بعينه، وإنما أن يبلغ عدداً يستحيل في عادة الناس أن مثل هذا العدد يتفق على الكذب. وهذا يختلف باختلاف المخبرين وباختلاف العصر وباختلاف الحال. قال: ولا سبيل إلى معرفته. الضمير يرجع إلى العدد، يقول لا، يعني العدد لا يشترط عدد محصور، لكن لا سبيل إلى معرفة العدد بعينه، يعني الأدنى العدد، أقل عدد يبلغ التواتر، أقل عدد يبلغ فيه الخبر التواتر، ولا يمكن ضبطه بعدد معين. لكن قول الأول يحرك الظن، يعني قول المخبر الأول يحرك في نفس السامع الظن بصدقه. قال: والثاني والثالث يؤكده، إذا جاء المخبر الثاني والثالث يجعل هذا الظن ظنا قويا.
ثم يأتي الخامس والسابع والعاشر فيجعله ضروريا أي قطعيا لا يحتمل الكذب. والنفس لا تستطيع أن تجزم بعدد معين قطعت بصدق المخبرين عنده، يعني ما يستطيع أحد إذا أخبره العدد الكبير أن يقول حصل القطع عند الراوي العاشر مثلا، وأما التاسع فكان الخبر عندي يفيد الظن. هل يمكن هذا؟ ما يمكن هذا، لا يمكن للسابع أن يقول إنما أفادني الخبر القطع عند الراوي كذا ويذكر عددا، ما يمكن هذا. فلهذا الصحيح كما ذكره المصنف رحمه الله أنه ليس هناك عدد محصور لا بد أن يشترط في التواتر. ثم شرع في الجواب عن المذاهب الأخرى التي قلنا عنها أنها ضعيفة، الذي قال اثنان والذي قال أربعة وخمسة وعشرة إلى آخر الأقوال. قال: وما ذهب إليه المخصصون بالأعداد تحكم لا دليل عليه. يقول كل هؤلاء الذين خصوا التواتر بعدد معين كاثنين أو أربعة أو خمسة أو سبعة أو عشرة، هذه الأقوال هي تحكم ظاهر، يعني لا دليل عليه، ليس عليها دليل صحيح، إما لعدم العلاقة، يعني الدليل لا يفيد المطلوب، مثل من قال أولو العزم من الرسل خمسة، يشترط خمسة في التواتر، لا يوجد علاقة، وإما بقياس ضعيف كما ذكرناه، القياس على الشهادة أو على شهود الزنا أو على غير ذلك من الأعداد المذكورة، وحينئذ لا يصح قياس الرواية على الشهادة، لأن بين الشهادة والرواية فروقا كثيرة، فمنها اشتراط الذكورة، في الشاهد يشترط أن يكون ذكرا إلا في أحوال مخصوصة محددة، وأما الرواية فلا يشترط، بل يجوز للنساء أن يروين الحديث كما يرويه الرجال، واشتراط الحرية، فالعبد لا تصح شهادته لكن تصح روايته، وأيضا العدد، فالرواية لا يشترط فيها العدد، فخبر الواحد فقط الذي خبر به واحد إذا صح يقبل، وأما الشهادة فلا بد فيها من العدد، وأيضا أن القرابة تمنع الشهادة، تمنع صحة الشهادة، فلا يشهد الواحد لأبيه مثلا أو لأخيه، وأما الرواية فتجوز أن يروي الرجل عن أبيه، إلى غير ذلك من الفروق الكثيرة التي بلغ بها بعضهم أكثر من 20 فرقا، وإذا ظهر الفارق لم يصح القياس، يكون قياسا مع الفارق. قال: فإن قيل هذا اعتراض من قبل المخصصين بالعدد الذين شرطوا في التواتر عددا محصورا كاثنين وأربعة مثلا أو عشرة، فإن قيل كيف تعلمون حصول العلم بالتواتر وأنتم لا تعلمون أقل عدده؟ يعني يقولون لا بد من عدد معين، إذا حصل حكمنا بأنه يفيد العلم وإلا فلا، إذ لو لم يكن هناك عدد فكيف نفرق بين المتواتر وبين الآحاد؟ وتحكمون بالتواتر حينئذ في أعداد مختلفة ما يكون لها ضابط، وزيد يحكم بأن السبعة تفيد التواتر، وعمر يحكم بأن العشرة تفيد التواتر، فما لم تضعوا عددا معينا يفيد الخبر عنده التواتر فلن تنضبط المسألة. هكذا اعترض أصحاب المذاهب الثانية التي خصوا عددا معينا. فماذا قال في الجواب؟ قلنا: كما نعلم أن الخبز مشبع والماء مرو ولا نعلم أقل مقدار يحصل به ذلك، يعني الخبر المتواتر يفيد القطع لا من جهة عدد بعينه، وإنما من جهة شعور النفس بأن هذا الخبر الذي يرويه هذا العدد الكبير يستحيل أن يتفقوا على الكذب، فالاحتكام إلى شعور النفس بالقطع بصدق المخبرين،
كما نشعر بأن الخبز مشبع وأن الماء مرو، وهل نعلم القدر الذي وقع به الإشباع والإرواء؟ يعني هل يستطيع إنسان أن يقول الإشباع بالخبز يحصل عند اللقمة السابعة وما قبلها يبقى الجوع؟ يمكن هذا؟ ما يمكن. فالخبز مشبع مع أننا ما ندري اللقمة التي حصل عندها الإشباع، حتى شعور الإنسان بالشبع وبالإرواء كذلك، ما يدري الشربة التي وقع عندها الارتواء هل هي الثالثة أو الخامسة أو ماذا. فكذلك الخبر لا ندري حصل العلم عند المخبر السابع أو التاسع أو العاشر أو العشرين، بل يكفي أنهم بلغوا عددا يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب. قال فنستدل بحصول العلم، هذه فالتفريع أو فالنتيجة، يعني فينتج من هذا، يعني الخلاصة من هذا كله ماذا؟ قال فنستدل بحصول العلم على كمال العدد، لا بكمال العدد على حصول العلم. نستدل بحصول العلم أي القطع في الخبر المتواتر عند السامع، نستدل به على كمال العدد، يعني إذا حصل عند السامع القطع بصدق هذا الخبر نعرف أن هذا الخبر قد بلغ عدداً عدد التواتر، أنه بلغ عدد التواتر. ولا نستدل بكمال العدد على حصول العلم، ما نستدل بالسبعة مثلاً أو العشرة على أن العلم أي القطع حصل بهذا الخبر. نعم، نقرأ سطرين، ثلاث الأسطر فقط نقرأها، ثلاث الأسطر فقط. طيب، قال وليس من شرط التواتر أن يكونوا مسلمين ولا عدولا ولا أن لا يحصرهم عدد ولا يحويهم بلد، لأن إفضاء خبرهم إلى العلم من حيث أنهم لا يتصور اجتماعهم على الكذب وتواطؤه عليه. أحسنت. إلى هنا قال وليس من شرط التواتر أن يكونوا مسلمين ولا عدولا. هذا الكلام كما قلنا في أول اللقاء هو في الخبر المتواتر عموما، في الخبر عموما، يعني خبر أي أحد. أما في الحديث الشريف فما يصح مثل هذه العبارة، لأننا نشترط العدالة ونشترط الإسلام، والحديث أصلاً من ينقله؟ ينقله المسلمون، ما ينقله غير المسلمين. لكن كما قلت المراد عند الأصوليين الخبر عموماً، ما يفيد القطع أو الظن من الأخبار عموماً. قال لا يشترط الخبر المتواتر أن يكونوا مسلمين ولا عدولاً، إنما يشترط ماذا؟ أن يبلغوا عدداً يشعر السامع أن هذا العدد، السامع وغيره يعني في العادة، في عادة الناس يعرف أن هذا العدد لا يمكن أن يجتمع مثلهم على الكذب. قال ولا أن لا يحصرهم عدد ولا يحويهم بلد، وهذا رد على أحد المذاهب الشاذة في المسألة، لأن بعضهم قال اشترط في عدد التواتر أن يبلغوا مبلغاً عظيماً بحيث لا يحصيهم العدد، ما يستطيع أحد أن يعدهم ولا يحصرهم بلد، هذا شرط غريب يعني. فقال ما يشترط هذا، لماذا؟ قال لأن إفضاء خبرهم إلى العلم من حيث لا يتصور اجتماعهم على الكذب وتواطؤهم عليه، يعني القطع بصدق الخبر المتواتر حصل بسبب أنهم بلغوا عدداً يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب، وحينئذ فما معنى أن يشترط كثرة كثيرة تفوق هذا العدد وقد وقع في نفس السامع القطع بصدق الخبر، يخبره 20 فيقطع بهذا، فيقول له قائل لا بد أن لا يحصرهم عدد ولا يحويهم بلد. طيب لما وقد حصل المطلوب؟ ولهذا نقطع بصدق خبر جماعة مسجد من المساجد، إذا أخبروا عن شيء حصل بالمسجد وكلهم أخبر بذلك فرضا، نقطع بصدق الخبر، وهم أهل مسجد واحد، وليس أنه لا يحصرهم عدد ولا يحويهم بلد، ومع ذلك وقع الصدق القطع بصدق خبره. لكن بقي التنبيه على شرطين لم يذكرهما المصنف رحمه الله في المتواتر، وهو ألا يوجد الشرط الأول ألا يعارضه، يعني ألا يوجد ما يعارضه، فإن وجد
ما يعارضه ويبطله فإنه لا يفيد التواتر، بل قد لا يفيد شيئا، لا يفيد الصدق ولا ظن الصدق. ولهذا لو أخبر أهل الملل الأخرى، يعني اليهود والنصارى، لو أخبروا عن شيء في دياناتهم أو قالوا مثلا إن كتبهم لم تحرف ولم تبدل، إن التوراة والإنجيل لم يحرفا ولم يبدلا، وأخبرنا بذلك العدد الكبير منهم الآلاف، هل نصدق بالخبر؟ الجواب لا، مع أنهم بلغوا عدد التواتر. ولما؟ فنقول لوجود ما يعارضه، وهو قواطع النصوص في الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أن كتبهم محرفة وأن دياناتهم محرفة مبدلة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني عدم وجود التهمة، فإن الخبر قد يخبر به العدد الكبير الذي بلغ التواتر ولا يفيد القطع، كما لو اقتتلت قبيلتان مثلا ثم بنو زيد أخبروا أن في بني عمرو كذا وكذا وكذا، قالوا اعتدوا علينا وفعلوا كذا وعندهم كذا، فإن أخبارهم ما تقبل لوجود التهمة، وهي وجود النزاع والقتال، وهذا محل تهمة ومحل يعني خطأ في الخبر، احتمال أن الخطأ هذا، أن الخبر هذا عنهم أنه ليس صوابا، فلا بد من هذين الشرطين مع الشروط السابقة حتى يصح المتواتر أو أن يفيد القطع. ونكتفي بهذا القدر من درس الأصول، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.